أنا أبا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، الشيخ خليفة بن راشد الخليفة والشيخ محمد بن راشد الخليفة والشيخ عبد الله بن راشد الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد فينشاي فراسي ريكول سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين مساء اليوم بفندق الكراون بلازا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني وعيد الميلاد 87 لجلالة الملك بومبيبول أدولياديج ملك مملكة تايلاند الصديقة بحضور عدد من كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي. وقد نقل كل من الشيخ خليفة بن راشد والشيخ محمد بن راشد والشيخ عبد الله بن راشد تهانية وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء إلى ملك مملكة تايلاند والشعب التايلاندي الصديق بهاتين المناسبتين، وتمنيات سموه للمملكة الصديقة بمزيد من الرفعة والتقدم. وأشادوا بما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند من مستويات متقدمة، فيما يجمع بين القيادتين والشعبين الصديقين من روابط قوية في مختلف المجالات، مؤكدين حرص مملكة البحرين على توسيع أطر التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المنفعة والخير للشعبين الصديقين. من ناحيته أشاد السفير التايلاندي بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، منوها بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في العديد من المجالات، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين استمرار التطور والازدهار.